لا شك أن هذا اللقاء يؤكد التعبير المتجدد عن الإرادة والعزم على تكثيف الجهود بين مختلف المتدخلين من أجل النهوض بقضايا هذه الشريحة من المجتمع، كما يعتبر بحق خير تجسيد لانخراط بلادنا إلى جانب المنتظم الدولي لتقصي أنجع السبل لتحقيق الحماية والرعاية للطفل في ظروف تحفظ كرامته وتراعي خصوصية تكوينه باعتباره النواة التي يحقق مجتمعنا من خلاله طموحاته وأهدافه في تنمية مستدامة ومستقبلية وشاملة. اليوم الندوة الختامية لبرنامج تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب الذي نفذه المركز الوطني لمحاكم الولايات بالشراكة مع وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون سنة 2021. اليوم أقفلنا سنتين من تنفيذ هذا البرنامج. البرنامج كان يهدف إلى ثلاثة أهداف أساسية، أولها هي إصلاح عدالة الأحداث بالمغرب. تحت هذا الهدف نفذنا مجموعة من الورش الموضوعاتية لإصلاح الإطار القانوني لعدالة الأحداث، وقمنا أيضا بورشات لتعزيز التنسيق في عدالة الأحداث. وكاين الهدف الثاني والذي هو زيادة الامتثال للمعايير الدولية، وتحت هذا الهدف كذلك قمنا بمجموعة من الدورات التكوينية سواء للقطاعات الحكومية أو للمجتمع المدني. والهدف الثالث كان هو زيادة نوعية الخدمات المقدمة نزلاء الشباب. وفي هذا الإطار كانت هناك شراكة في هذا البرنامج مع أربع جمعيات، اللي هي جمعيات بيتي وجمعية حلقة وصل وجمعيات الشباب من أجل الشباب والمرصد الوطني لمكافحة التطرف العنيف، وهم من قاموا بالاحتكاك المباشر مع النزلاء سواء الشباب سواء في مراكز الإصلاح والتهذيب أو النزلاء السابقين أو السجناء السابقين. فقد قاموا ب 250 نشاط، أي 250 تكوين وثيرابي بسيشيك، وكانوا استفدوا تقريبا 4000 مستفيد من الأطفال والشباب. نأمل اليوم، احنا قمنا بحملة ترافعية وكانت مخرجات هذه الحملة الترافعية تسام المشاركة ديالها مع القطاعات الحكومية ومع مجلس المستشارين أيضا. والبرنامج كانت هناك مخرجات وتوصيات مهمة جدا سواء فيما يخص إصلاح أو تعديل قانون المسطرة الجنائية الباب الثالث منه، أو فيما يخص مشروع قانون العقوبات البديلة. نأمل أن مخرجات هذا البرنامج وتوصيات هذا البرنامج يتم أخذها بمحمل الجد ويكون هناك تنزيل لها من طرف القطاعات الوصية. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.